كل هذه المشروعات بتتم بمنحة مصرية بدعم لأشقائنا في جنوب السودان. كويس. النهارده كان في احتفالية كبيرة، ويمكن ميزها إنه المواطنين كانوا موجودين بكثافة ومتجمعين حوالين السيد الوزير ووزير الري الجنوب السوداني وحوالين المسؤولين، وحتى ممثل عنهم طلع وقال كلمة بيتكلم عن قد إيه الناس سعداء، الأهالي اللي موجودين في المنطقة، لأنه وجود الخسائس دي كان بيتسبب في ارتفاع المياه في بحر الغزال وبتغرق الأراضي المحيطة. لما تم تطهير هذا المجرى من الخسائس، المياه قدرت تمشي تاني في المجرى وما بقتش بتغرق الأراضي المحيطة، حمت المواطنين في المناطق المحيطة وحمت الثروة الحيوانية وحمت البيوت. بالإضافة كمان إنه المجرى المائي لما بيتسبب الخسائس بيعيق تماما حركة المناحة ملاحة. النهرية، ودي مهمه جدا في جنوب السودان في حركه المواطنين من مكان الى اخر، بيعتمدوا بشكل رئيسي على المراكب النهريه في تحركاتهم. وجود الحشائش كان بيعيق حركتهم تماما، فبالتالي كانوا سعداء جدا جدا بهذا المشروع وتطهير مجرى بحر الغزال، اللي مش بس حماهم من غرق الاراضي المحيطه ببحر الغزال، ولكن كمان سهل حركه حركة المراكب النهريه الانتقال من مكان لمكان. طبعا دي والصيد، فرقه يمكن جدا كمان بالنسبه اعتقد الصيد كمان. والصيد ايضا، لان ده مصدر رئيسي للغذاء وللدخل للعديد من الاسر، فطبعا وجود الحشائش ايضا بيعيق هذا النشاط، نشاط الصيد. فالحقيقه مكاسب كثيره، والنهارده بالفعل كان في حفاوه كبيره جدا في استقبال سياده الوزير والوفد المصري والكبار المسؤولين الجنوب السودانيين اللي كانوا موجودين. فالحقيقه واحد من المشروعات المهمه جدا اللي احنا مكملين في نشتغل فيها، والجانب الجنوب السوداني بيرغب حتى في تنفيذ بعد ما المرحله دي تخلص وال 30 جنيه دول يخلصوا، لما شافوا اعتقد المكاسب كمان اللي ست الوزير حصلت ومعاه دي. السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفيرنا بالظبط في يا جنوب فندم، السودان. سفيرنا العزيز في جنوب السودان، واللي الحقيقه يعني ليه نشاط بارز جدا جدا في التعامل والتنسيق مع اشقائنا في جنوب السودان في كل المجالات. طيب محمد بيه، ايه تاني ربما خلال هذه الزياره اللي هيتم، لنواضح كمان الحفاوه والنائب رئيس جنوب السودان بيتكلم على دعم مصر ودور مصر كمان في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان، إيه اللي ممكن يساعدهم كمان لأشقائنا في جنوب السودان ان في شاء الله تحسين إدارة الموارد المائية عندهم؟ بالضبط يا فندم، هو ان شاء الله ايضا في غدا باذن الله هيكون في افتتاح لعدد من الابار الجوفيه تدشين للبدء في حفرها، ودي برضو نقطه مهمه جدا بالنسبه لاشقائنا في جنوب السودان وبيطلبوها بشكل مستمر، انه تم حفر ابار سابقا وفي طلبات او سيتم غدا تدشين حفر ابار جديده. الابار دي مهمه جدا في المناطق النائيه، يمكن في هذه المناطق الاهالي بيمشوا بالكيلومترات كل يوم عشان يملوا جراكن او اي جرادل او حاجات بيستخدموها، بيمشوا بالكيلومترات عشان يوصلوا لاي مجرى مائي او بحيره صغيره عشان يملوا بيها الميه وبيرجعوا تاني كيلومترات اللي مشيوها الصبح. مجهود كبير جدا على الاهالي، ما تتخيلش قد ايه بيكونوا سعداء لما بيتم حفر بئر جوفي عندهم. و